كلام غلط كتير؟ لا 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 خالص. اسبوعين ورمضان ونخس بالعكس. او نتخنش او ده احنا الكلام ممكن ده نستغل رمضان يعني؟ ده لا بالعكس، ده احنا ممكن نستغل رمضان ده في ان احنا نظبط عاداتنا الغلط. يعني ما هو القصه ان انا دايما بقول ايه، غير عاداتك، غير عاداتك في رمضان وغير رمضان. صحيح. فاحنا بقى نستغل رمضان ده ان احنا بقى نعمل ديتوكس وننظف جسمنا من السموم والسوائل المخزنه في جسمنا والدهون المتكتله. ده احنا نستغله ده كده، ده رخصه جايه لنا كده من ربنا وحاجه سهله طبعا. جدا، طريقه علاجيه ربانيه بالظبط كده، ان احنا نبعد عن كل ما هو ضار. وهي دي الفكره، روتين الحياه الصحيه اللي يوصلنا للافضل. أوكي. فاحنا عايزين بقى نستغله علشان فعلا نخس. وعلى فكره سهل نخس، وسهل ان احنا ناكل حلويات شرقيه وما نحرمش نفسنا من حاجه. ويمكن قليل جدا لو لقيتي دكتور تغذيه بيقول لك تاكلي حلويات شرقيه في رمضان، ده بس مستحيل طريقه يعني. مستحيل. طريقه تصنيعها وكمياتها ووقت اكلها عباره عن ايه؟ ما هو مش هناكل صينيه بسبوسه، هي لا دي صينيه، لا ما هو بالظبط. ما هي دي المشكله، ان